السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه كوريشي ميكا. في الفيديو هننفذ المعلقه او الجداريه اللي قدامكم. ان شاء الله الشرح يكون سهل على اي حد مبتدئ ويقدر ان هو ينفذها معانا بكل سهوله. الخامات اللي استخدمناها في الفيديو كلها موجوده في جروب كوريشيستا، هتلاقوا لينك الجروب في صندوق الوصف. لو اول مره بتشوفيني بتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده بتاعتي، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي له لايك. هسيبكم مع الشرح. هبدأ. أنا هحتاج خشبة مقاس متر، تمام، وهحتاج خيط مجدول 3 ملي. هقص الخيط مقاس، يعني الخيط الواحد معايا مقاسه 5 متر، ومجوزه هيبقى 250 سنتي، لكن مفرد طول الخيط الواحد 5 متر، أما جوزه بيبقى 250 سنتي. طبعا حسبة الخيط أنا علمتها لكم في فيديو الكورس المكرمية، ممكن ترجعوا للفيديو وتشوفوا ازاي بنحسب الطريقة بتاعت الخيط، تمام. فعشان اختصار الوقت الفيديو لان الشرح هيكون طويل، هنعدي الخطوة دي. بعد كده هعقد الخيط، هنزل الخيط بتاعي بالشكل ده، تمام، ومن تحت العصاية هاخد كده الطرفين بتوعي وعقد اول عقدة. الوحدة عندي انا محتاجة لها 9 عقد من العقدة دي، تمام، يعني واحنا شغالين على العصاية هنشوف العصاية هتاخد معايا قد ايه. انا بركب في العصاية مضاعفات الرقم 9، يعني كل واحدة بتحتاج 9 عقد زي كده. وفي الاخر محتاجة من عدد الوحدات اللي هو كل واحدة 9 9 9، محتاجة عدد فردي مش زوجي، تمام، يعني مثلا يبقى عندي في الاخر 9 وحدات 11 وحدة، على حسب العصاية بتاعتك هتاخد قد ايه من الخيوط. هكمل تاني عقدة معايا، برضو بنزل بالخيط بنفس الطريقة واسحب الطرفين بتوعي بالشكل ده، واقفل العقدة بتاعتي واقربها للتانية بالطريقة دي. لازم العقدتين يكونوا جنب بعض، مش لازم ازنق كده، لا انا بتكلم على العقدة من تحت مش من فوق، يعني عادي ما يبقى عندي كده فراغ اقل من حاجات بسيطة كده، تمام. هكمل بقى عقد وارجع لكم. هنبدأ نشتغل أول وحدة. طبعا أنا الوحدة عندي محتاجة لها 9 عقد، 2 4 6 8 9 كده، دول أول 9 عقد هشتغل بيهم. هنقسمهم بالنص 4 و4، والعقدة اللي في النص هتبقى فتلة وفتلة، تمام. أول حاجة أنا هشتغل عقدة مزدوجة، هبدأ من الطرف الشمال، هاخد كده أول خيط عندي في الجزء الشمال، وهبدأ أشتغل بكل خيط أنا بمر عليه عقدة مزدوجة، يعني الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها من تحت، زي ما اتعلمنا في كذا فيديو قبل كده ازاي بنشتغل العقدة المزدوجة، تمام. باخد اول طرف وبعمل فور على الخيط اللي هو الثابت معايا، ومن قلب الفور بسحب طرف نفس الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه الفور من تحت الخيط اللي ثابت معايا بالطريقة دي. كده عملت اول عقدة. بعد ما سحبت الطرف من قلب الفور بسحب العقدة لفوق بالشكل ده، كمان مرة بنعمل فور فوق الخيط اللي ثابت معايا، وبسحب الطرف من قلب الفور بتاعتي وبشد الخيط كله. بعد ما بسحب الخيط بسحب العقدة بتاعتي لفوق خالص بالشكل ده، تمام. هروح على تاني خيط عندي ونركز في الخيط ان يكون الخيط اللي من فوق ده كده صح، يعني مبقاش عكسة واخدة ده بدل ده عشان الشكل بتاعي يبقى مظبوط، تمام. تاني خيط معايا وبرضو بعمل فور على الخيط وبسحب الطرف بتاعي من قلب الفور وبسحب العقدة لفوق خالص بالشكل ده، تمام. كمان مرة هكمل الجزء بتاعي كله لغاية ما اخلصه. 1 2 الخيط اللي عليه الدور 1 2 1
طبعا تثبيت العصايه على النول بيريح جدا في الشغل، على ما تثبتيها في اي حاجه لانك بتقعدي قدام النول وتشتغلي. فحقيقي هو عملي جدا اكتر ما تشتغلي المعلقات على اي حاجه تانية. هنكمل السطر. الخيط اللي عليه الدور 1،2، 1، اخر خيط في اول جزء هشتغل برضو بيه عقدتين مزدوجة. 1، 2، كده خلصت اول جزء عندي. هشتغل بقى تاني جزء من الناحية اليمين، هاخد كده اول خيط برضو ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي بمر عليها، يعني الخيط ده ثابت معايا بالشكل ده. هاخد كده تاني خيط وهعمل برضو فور اهو، واسحب الطرف بتاعي من تحت الخيط من قلب الفور بالشكل ده. بعد ما سحبت هسحب العقدة بتاعتي لفوق بالطريقة دي، كمان مرة فور وبسحب الطرف بتاعي من قلب الفور واسحب العقدة للآخر. تمام. هكمل كده، خلصت اول خيط. هاخد الخيط اللي هو ثابت معايا، نسلك بس الخيط كده عشان يبقى سهل. اول عقدة، تاني عقدة، الخيط اللي عليه الدور اول عقدة، تاني عقدة، وصلت لآخر خيط عندي برضه هشتغل عقدتين مزدوجة. خلصت كده الجنب الشمال خلاص، مش هشتغل بقى الطرفين دول لأ. تمام. هاخد كده برضه أول خيط عندي في الجنب الشمال. تمام، يعني اول خيط هبدأ بيه تاني برضو عقدة مزدوجة، نفس الخطوة دي بالظبط. 1، 2، كل خيط بمر عليه بشتغل بيه عقدة مزدوجة. 1، 2،
2 1 2 وهشتغل برضو في آخر خيط عندي. خلصت كده أول جنب اللي هو اليمين، هشتغل برضو الجنب الشمال بنفس الطريقة. هاخد أول خيط عندي وهشتغل بكل خيط بمر عليه. واحد 2 خلصت كده تاني سطر برضو من الناحية اليمين، وبرضو مش هشتغل آخر خيطين. هبدأ تالت سطر بنفس الطريقة، أول خيط برضو عندي من كل جنب وهشتغل بيه عقدة مزدوجة على كل خيط بمر بيه لغاية آخر خيط اللي هو ده. خلصت كده تالت سطر من الناحيتين، وهشتغل برضو عقدة مزدوجة بآخر خيطين عندي عشان أقفل أول وحدة في الوحدة الأولى، أو أول خطوة في الوحدة الأولى. 1 2 قبل ما أكمل شغل في الوحدة دي، أنا هعمل نفس الخطوة دي في كل الوحدات بتاعتي، يعني على كل 9 عقد هشتغل نفس الخطوة وأرجع لكم. خلصت كده اول جزء اللي هو اشتغلت الوحدات من فوق، وهنشوف الجزء اللي بعد كده هيكون ايه. هنكمل برضو على اول وحدة. طبعا انا لازم اكون شغلة الوحدات عشان امسك اول وحدة مع تاني وحدة، فانا اشتغلت تاني وحدة بس وتالت وحدة عشان اوريكم ازاي المفروض نمسك كل وحدة مع بعض. تمام، هنقسم برضو الوحدة الاولى بتاعتي جزئين بالشكل ده. هاخد اول خيط ده وهشتغل بيه على الخيوط اللي انا بمر عليها عقدة مزدوجة زي ما بدأنا فوق بالظبط. تمام، الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها. اول عقدة، تاني عقدة، تاني خيط عندي برضه هشتغل عقدة مزدوجة. تالت خيط، ضروري نخلي المسافات دي زي المسافات اللي جنبها زي اللي جنبها زي اللي جنبها، يعني نوحد المسافات
عشان لما نمسك كل واحدة مع التانية يكون المسافة قد بعض، ما يكونش فيه واحدة باينة ان انتي شديها شوية وواحدة ما يعني معجزة معاكي، فاهماني؟ هكمل. خلصت كده اول سطر، هنشوف تاني سطر هشتغله. تمام. لو حسيت ان انت عندك ده واسع شوية هنحاول ان احنا نضيقه عشان يبقى قد الوحدة اللي بعديها. طبعا احنا المفروض بنبدأ بالوحدة دي، بس انا اشتغلت الوحدة التانية عشان هنخلص دي وامسكها في التانية على طول. تمام كده خلصت اول واحدة عندي، اول سطر يعني. فاول خيط برضو عندي، احنا طبعا قاسمين الخيط دول 9 ودول 9، ففي اول خيط في ال9 دول برضو همسكه واشتغل بيه. اول عقدة مزدوجة في تاني خيط زي ما كنا بنعمل هنا بالظبط، كنا بناخد اول خيط في كل سطر ونشتغل بيه، يعني ما كناش بنسيب اول خيط. تمام. كمل. طبعا هنا ضروري ان احنا نشد العقدة للاخر عشان يكون السطر مقفول على بعضه بالشكل ده. تمام. خلصت كده تاني سطر، وطبعا بشتغل برضو على اخر خيط عندي، مش بسيب الخيط ده عشان في ناس كانوا سايبينها في التطبيق بتاعهم، فلا انا مش بسيب الخيط ده، انا بشتغل عليه برضو اخر عقدة عندي. تمام. يعني السطر بيمشي معايا من اول فتلة لاخر فتلة، بشتغل باول خيط لاخر خيط، مش بسيب اي خيوط عندي. تمام. اكمل. اخر سطر في اول جنب ده برضو اول خيط عندي واشتغل بيه. الخيط اللي عليه الدور واحد، اثنين،
برضو اخر خيط عندي هشتغله كده. انا خلصت اول جزء في الوحدة التانية. بعد بقى ما خلصت الجنب ده اللي هو هيبقى جنب الوحدة اللي بعدها على طول، برضو بشتغل على اول خيط هنا عشان امسك الوحدتين في بعض. تمام، هاخد كده الخيط الاولاني ده وهعتبره خيط عادي انا بمر عليه. لو حسينا ان الوحدتين يعني قريبين قوي هنسحب كده الوحدة بتاعتي بالشكل ده، نعمل كده فراغ شوية. تمام، وهشتغل عادي بالخيطين مع بعض عقدة مزدوجة، واحد اتنين. تمام كده عملت اول جزء في الوحدة. طبعا هشتغل برضو الجزء التاني، هاخد كده اول خيط من هنا واشتغل نفس الثلاث سطور اللي احنا عملناهم. تمام، خلصت كده الجزء التاني في الوحدة وهبدأ ان انا اشتغل تالت وحدة في اول وحدة عندي. تمام، هعملها زي اول وحدة بتاعتي بالظبط. هاخد كده اول خيط من هنا، طبعا هنقسم برضو الخيوط بتاعتي. هاخد اول خيط بقى واشتغل بكل الخيوط اللي انا بمر عليها عقدة مزدوجة، واول خيط ده ثابت معايا، واحد اتنين، تاني خيط واحد اتنين. هكمل على كل الخيوط بتاعتي عقدة مزدوجة بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها، وطبعا هسيب طول كده في الخيوط زي الخطوة اللي قبلها. تمام، خلصت كده اول سطر في الوحدة. هشتغل تاني سطر برضو من اول خيط لاخر خيط، بشتغل عقدة مزدوجة الخيط ثابت معايا، وبشتغل بالخيط اللي انا بمر عليها، واحد اتنين واكمل الوحدة دي، واروح شغالة برضو الوحدة التانية من اول هنا. هاخد الخيط اللي هو بتاع بداية الوحدة، هسيب كده الوحدة التانية هركنها عشان ما تلخبطش. تمام، هاخد الوحدة التانية من اول خيط ده واشتغل بيه ثلاث سطور وارجع لكم، يعني هكمل التلاتة دول واعمل تلاتة هنا وارجع لكم. خلصت كده الوحدة، اشتغلت الجنبين بتوعها هاجي برضو زي ما قفلت اول وحدة فوق عندي خالص بعقدة مزدوجة، هقفل اخر وحدة فأول خيطين بتوعها أو آخر خيطين بعقدة مزدوجة بالشكل ده. هكمل شغل اللي بقى كل الوحدات بتاعتي لغاية ما اشتغل ثلاث وحدات من نفس الوحدة دي، وارجع لكم عشان نشوف هنكمل المعلقة بتاعتنا ازاي. تمام، خلصت كده أول جزء في المعلقة اللي هو جزء الفراشات، وهكمل معاكم الجزء التاني. هاجي هنا في أول وحدة عندي، هاخد كده من كل جنب، يعني انا عندي هنا تسع خيوط وهنا تسع خيوط، هاخد اتنين اربعة وهسيب الخمسة دول، ومن الناحية التانية برضو هاخد اتنين اربعة وهسيب الخمسة اللي بعدهم. تمام، هشتغل الاول كده بالاربع خيوط اللي هنا، برضو هشتغل عقدة مزدوجة الخيط ده ثابت معايا، وبشتغل بالتلات خيوط اللي انا بمر عليهم، واحد اتنين
طبعا برضو كل خيط باخد يعني باخد العقدة بطولها، مش بشدها لفوق ولا برخيها خالص، لا باخد العقدة هي بالطول بتاعها بالظبط. تمام، آخر خيط اللي هو رقم 4 برضه عامله عقدة مزدوجة. خلصت كده الأربع خيوط دول، هسيبهم على جنب واشتغل بالأربع خيوط اللي عليهم الدور. عقدة مزدوجة، الخيط ده ثابت معايا، وبشتغل بالثلاث خيوط اللي أنا بمر عليهم. 1 2 تاني خيط عندي، واحد اتنين، وصلت لتالت خيط او الرابع، برضو هشتغل عقدتين مزدوجة. 1 2 خلصت كده الجنب اليمين والجنب الشمال، هبدأ ان انا اشتغل كده وكده عشان اقفل الوحدة دي على بعضها. برضو هقسمهم 4 و4، هاخد الخيط الاولاني هنا واشتغل بيه عقدة مزدوجة وثابت معايا، وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها. تمام، 1 2 تاني خيط، 1 2 تالت خيط معايا، برضو 2 عقدة مزدوجة. كده خلصت الاربع خيوط بتوع اول جنب، هعمل برضو في الاربع خيوط دول نفس اللي انا عملته. تمام، 1 2 تاني خيط، 3 خيط معايا. كده خلصت الأربعة بتوع الجنب ده. كده عندي الخيط بتاع بداية الجنب ده والخيط بتاع بداية الجنب ده، هشتغل برضو بيهم عقدة مزدوجة عشان أقفل الوحدة دي. تمام، خلصت كده أول جزء في الوحدة، هنزل بقى ال5 خيوط بتوع هنا وبتوع هنا. تمام، هعد كده 2 4 6 8 9 خيوط، ده الجنب الاولاني، و9 خيوط بتوع الجنب التاني. هنبدأ نشتغل، هاخد اول خيط ده بشتغل عقدة مزدوجة على الخيوط دي، الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيط اللي انا بمر عليها تحت. اول خيط، 1 2 تاني خيط عندي، 3 خيط، 4 خيط. شايفين انا بسيب كل خيط بالطول بتاع العقدة، يعني اول ما الاقي خلاص ان هو كده اخد الطول بتاعه ببدأ اشتغل العقدة التانية وبثبته، عشان في ناس بترخي الخيط جامد جدا او بتشده لفوق قوي، لا انا يعني انا واخده الكيرف بتاعي، الكيرف نازل كده فانا واخده نفس الكيرف. تمام، اكمل كل خيط عريض دور، 1 2 رقم 7، 1 2 رقم 8، 1 2 اللي عملته الناحية دي هعمله الناحية التانية بالظبط. بس برضه قبل ما نبدأ نعد 2 4 6 8 9 خيوط، وهشتغل بقى على ال9 خيوط اللي عليهم الدور. الخيط ده ثابت معايا وبشتغل على الخيوط اللي انا بمر عليها. طبعا الغرزة احنا شرحناها كتير، تمام، فانتوا خلاص كده عارفين بنعملها ازاي.
واحد، اثنين، واحد، اثنين. نخلي بالنا نفس الطول ده هسيبه هنا بالظبط، ما تبقاش ناحية انا سايبة فيها طول معين واجي في الناحية التانية اسيب اكتر او اقل، تمام؟ عشان يبقى نفس الشكل بتاع الكيرف اللي هو جاي كده، ما يبقاش واحد مشدود لفوق وواحد نزل لتحت. اكمل اخر خيط معايا. بعد ما خلصت تاني جزء في اول واحدة هعمل نفس الجزئين في كل واحدة من الفراشات عندي، يعني هاجي في الواحدة التانية وابدأ زي من اول ما بدأت هنا بالظبط وانهي عند السطرين دول، عشان مش هينفع اكمل اول واحدة غير لما يبقى جنبي واحدة تانية بالظبط عشان بمسك الوحدتين برضو مع بعض. يعني هروح كده على تاني واحدة واخد برضو 4 خيوط من هنا و4 خيوط من هنا، تمام؟ واكرر نفس الخطوات دي وارجع لكم. خلصت كده اشتغلت نفس الوحده على كل الوحدات بتاعتي لغايه الاخر. هنكمل بقى شغل، هنشوف هنشتغل ازاي. هنا الوحده الاولى اخر خيط فيها والوحده الثانيه اول خيط فيها، هشتغل بيهم عقده مزدوجه، تمام؟ واحد، اتنين. انا هكرر نفس الخطوة اللي احنا عملناها هنا بس هكررها من هنا. هنشوف هنشتغل ازاي. هاخد كده 4 خيوط، تمام؟ بالشكل ده 2 4. هشتغل بالخيط، الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها الاربعة دول التلاتة، تمام؟ اول خيط، واحد، اتنين. تاني خيط، واحد، اتنين. تالت خيط برضو عقدة مزدوجة، خلصت كده ال4 خيوط دول. برضو هاخد ال4 خيوط التانيين واشتغل نفس الطريقة دي زي ما عملنا اول واحدة بالظبط. تاني خيط، تالت خيط. وبعد كده هقفل الوحدة دي على بعض زي ما عملنا اول وحدة، تمام؟ 4 و4. هاخد اول خيط ثابت معي وبشتغل بال3 خيوط اللي انا بمر عليهم، واحد، اتنين. تاني خيط، تالت خيط، وهشتغل برضو الناحية التانية بنفس الطريقة. واحد، اتنين. تاني خيط،
تالت خيط بعد كده هقفل بقى بالخيطين الاخرانيين عندي، يعني اخر خيط اللي هو بتاع الطرف ده واخر خيط بتاع الطرف التاني هشتغل برضو بيهم عقدة مزدوجة. واحد اتنين، بعد كده هعد اتنين اربعة ستة تمانية تسعة. التسع خيوط دول هشتغل بيهم زي ما اشتغلنا اول جزء هنا وهنا. تمام، الخيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها عقدة مزدوجة. اول خيط، تاني خيط، تالت خيط، رابع خيط، خامس خيط، سادس خيط، سابع خيط، ثامن خيط، هاخد الجزء الثاني واشتغل عقدة مزدوجة على برضو تسع خيوط اللي هم الجزء التاني بتاع الوحدة. اتنين اربعة ستة تمانية تسعة. تمام، الخيط ثابت معايا ده وبشتغل بالخيوط اللي انا بمر عليها. واحد اتنين، تاني خيط، خلصت كده الوحدة التانية وهكرر برضو على كل وحدة نفس الوحدة وارجع لكم. بعد ما خلصت اشتغلت الوحدة التانية على كل الوحدات او ما بين الوحدات عندي، هبدأ ان انا اشوف الخطوة اللي بعد كده. دي كده الوحدة ودي الوحدة اللي بعديها، نفس الخطوة اللي انا عملتها فوق، وهي ان انا قفلت الوحدتين ببعض. هاخد اخر خيط في اول وحدة واول خيط في تاني وحدة واقفلهم ببعض بعقدة مزدوجة. واحد اتنين، وطبعا انا قافلة الوحدة التانية والوحدة التالتة ببعض هنا. كده مش باقي غير ان انا اقفل الوحدة التانية مع الوحدة الاولى اللي جنبها، فبنزل بقى الخيوط بتاعتي. تمام، هبدأ ان انا اشتغل الجزء ده، بس هنشوف هنشتغله ازاي، بمسطرة او باي حاجة. هنشوف هنا بداية الغرزة بتساوي فين بالظبط هنا، ونحاول ان احنا نظبطها بالظبط عشان لما اجي اقفل يكونوا قصاد بعض. تمام، هشتغل بقى كده. هاخد اول خيط ده ثابت معايا وبشتغل بالخيط اللي انا بمر عليها بالتقريب بقى او بمسطرة او اي حاجة زي ما انا ما قلت لكم. هنعمل كده اول عقدة. تمام كده، انا ظبطت الطول بتاع اول عقدة. تاني عقدة معايا. تمام، وما شدش قوي عشان ما تطلعش معايا. بعد كده الخيط رقم اتنين هشتغل برضو بيه عقدة مزدوجة، وهشتغل بكل الخيوط عندي عقدة مزدوجة لغاية ما اوصل لاخر خيط عندي هنا عشان اقفل اول وحدة بتاني وحدة عشان تبقى قطعة واحدة معايا. تمام، خلصت كده اشتغلت على التسع خيوط او الثمان خيوط. تمام، هاخد بقى اخر خيط مع اول خيط في الوحدة اللي بعدها واشتغل بيهم عقدة مزدوجة عشان ابقى مسكت الوحدات بتاعتي كلها في بعض. تمام، واحد
2، وطبعا نفس الخطوة دي هعملها في اخر وحدتين، يعني اخر وحدتين عندي في المعلقة هعمل نفس الوحدة من هنا. الخطوة بقى اللي بعد كده هشتغل تاني اول وتاني وحدة، يعني انا خلاص قفلت هنا، فياخد الاربع خيوط دول تمام وابدأ بيهم اشتغل بقى وحدة جديدة. هو الشغل هيبقى خلاص تكرار. شوفي انتي حابة تعملي كام واحدة بالظبط واعملي على حسب طول الخيط بتاعك، ما يديكي يعني شغل اللي اشتغلي تمام. تاني خيط، تالت خيط، كده اشتغلت على اول اربع خيوط عندي. دي اول واحدة اشتغلناها بالظبط تمام. بعد كده هاخد الاربع خيوط اللي عليهم الدور واشتغل واحد اتنين، تاني خيط، تالت خيط، وكده اشتغلت على الاربع خيوط التانيين، واحد اتنين، خلصت. الخطوة اللي بعد كده برضو هقسم اربعة اربعة وهقفل بقى الشغل بتاعي. طبعا احنا عارفين الخطوات خلاص، انا مش هكمل شرح لاني شرحت خلاص الوحدة مرتين، فانتي لو لسه مش حفظتي الشغل هترجعي بقى تشوفي اول وحدة وتشتغليها بالظبط، وبعد ما نخلصها ترجعي تشوفي تاني وحدة وتشتغلي تاني وحدة زيها بالظبط، اللي هي هتكون ما بين الوحدات فوق الوحدة التانية اللي هي هنا، يعني الوحدة اللي بعد ما نخلص السطر ده خالص هنشتغل بقى وحدة زي الوحدة السابقة بالظبط تمام. نخلص، واحد اتنين تلاتة واحد اتنين، والناحية التانية نفس الطريقة، واحد اتنين، تاني خيط، التالت، هقفلهم في بعض. هشتغل على التسع خيوط دول وبعد كده هشتغل على التسع خيوط التانيين واكمل شغل بنفس الطريقة لغاية طول الوحدات اللي انت عايزة تعمليه تمام. كده خلصنا الشرح، وبتمنى ان شرحي يكون سهل على اي حد. بفكرك لو كنتي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. هتلاقوا لينك الجروب بتاع القناة تحت في صندوق الوصف عشان بنعمل كورسات فري كتير، فاللي حابب يشترك معنا اكيد يشرفني ان هو يكون موجود في الجروب بتاعي. شكرا.